السلام عليكم اخوان، تحية لكم. شي واحد قال لي واحد في الكومنتير، قال لي واش هاد التجربة اللي تدير واش ماشي كذوب هذاك العزيم؟ انت اخويا ها الماكينة هي شاعلة، ها انت هاد الضو واش ها الماكينة شاعلة ياك؟ انت شوف ها القصدير، ها الكانيت، شي الكانيت، ها البريمو، ها انت ها الماكينة، ها ما شادة والو، ها ولا بريمو ما شداش، ها لا بريمو ما شداش. ها تاع الحديد، ها الدار، شوف الحديد قداش، ها الحديد الاخر، ها الحديد، ها قاعد حديد، قاعد الكراج عندي عامر حديد، ها المواكن قاع براسهم المواكن، ها 400 ما شداش، ما شداش، ها الكود ما شداش، ها انت ها هو الذهب كاين في هاد البلاصه مدفون، شوف الذهب. دابا نجبد لكم دروك، نجبد لكم ها انتوما، ها لا بريمو ما شداش، هاد الفانكوش راه خطيرة، ها هادي مشده ومدفون في التراب، التراب مردوم في التراب، ها 400 كلشي هنا، الحديد المعادن والو، ها يا الدار قاعد تنقول لك الضالة، والله شي ماكينة ما تسكت هكا في هاد الضالة هكا، ولكن هادي الفانكوش خطيرة خطيرة، ولكن تنهضر لك انا على الاوريجينال، نروح على شي حاجة اللي اوريجينال، ها ها انتوما، ها هي ها هي اللي حطها هنا الماكينة، ها انتوما، ها 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 انتوما، غنزيد لكم تجربة أخرى ديال البوينتور، البوينتور الخطير، ها انتوما، قسما بالله الذهب اللي ردمت في التراب، والله ما شدو شي بوينتور عندي إلا شدو هذا أوريجينال. انتوما درت ستوب اخويا، تيدق عليا واحد السيد تنصور فيديو وندير ستوب الفيديو مع القسم. المهم غادي نعاود ندير لكم هذه التجربه، ما لا درتي الفيديو ستوب وداكشي الناس بغات تشك، شي الناس بالشكاكه، ولكن الله لا الله تسلط على هاد خونا شنو ندير. انتوما ها الالومنيوم كي قلنا، ها بلا بريمو، ها الماكينه، ها ما شاده والو، ها والو ها ها الضال، فتح شوف الحديد، فتح الحديد قداش ما شداش، ها الحديد الاخر هنا، الكراسات الحديد، ها 400 هي، ها 400 والو، ها الذهب اللي مدفون هنا، هاو شكي شداه، لا لا يلاه كي قلت لكم البوينتور، هاد البوينتور اخطر بوينتور، اللهم بارك. الناس دابا تيتابعوا كيصحابهم هذا، واش يشوف هذا راه كاين بحالو في الشكل، فهمتيني بحالو في الشكل هكا، راه كاين خوف بالسميه بكلشي، ولكن هضر معايا على العمق وجرب ليا بالذهب القديم، الذهب القديم وباش بتعرف العمق الحقيقي ديالو. انا غادي ننزل لكم دابا، شوف واش ها انتم شوفوا شحال باش هذاك الذهب، والله ما شادو شي بوينتور اخر، هي ما عندهاش حجره، هذا الذهب اللي ردمت دابا غارق بزاف هنا في وسط التراب، ما شادو شي بوينتور اخر. ها انتم هنا ما كاين والو، والو هو بيجي فوق الدب ويصوني، شتي ها ها هو انتوما، هو تيجي نجبدو دابا، تيجي نجبدو حنا داك الدب، ها نحفرو به هو نيت، ها خلاص يلا حفر، ها تقول لك قربتي، شوف شحال غارق هنا، شوف ها التراب باقي التراب، خصني شي حاجة باش نحفر، يلا نمشي هاد البلاية، هاهم ها ها هو انا ما بقى والو، ها ما كيصونيش، ها الا عليهم هما، ها البوينتور خطير اللهم بارك، وحق الله الثمن ديالو هذا 2000 درهم، والفانكويش هذيك الماكينه دايره 8000 درهم بديسك كبير،
ولا بديتها بجوج دجاج ب 9000 درهم، وريقاتها اصليين، وريقاتها كنعاود ناكد عليها، وريقاتها اصليين وضمانه حقيقيه مده سنه. ديتي اطفات لك كترجعها لي كنصاوبها لك في 6 ايام ونبدلها لك. ما نقولكش تسنى صيفطها لك بالشركه لبرا وتسنى شهر 3 شهور 4 شهور وبقى تمشي وتجي تسمح في كل شيء، ونقولك نخلصوا الترانسبور وتوصل كاع الشركه ويقولك الشركه اه الديفو اللي طرا لي راه منك انت خصك تخلص. لا فيها طفات بوحدها رجع نبدلها لك ونصاوبها لك في 6 ايام. كاين اكثر من هذا الشيء احسن غارانتي كاع، ما تهضر في هذا الغارانتي كاع. وانا هذا الغارانتي درته انا شخصيا داخل بواحد راس المال في هذه السلعه، يعني ما عنديش مشكل. شي اباري خسرات ولا وقع فيها شي مشكل انا نتحمل مسؤوليتها، والخساره ديالها ندخلها في اباريات اخرين. ولكن الكليان المسكين اللي متقاتل، كاين اللي باع ماطورو، كاين اللي كيبغي يدير يفك هذيك 8000 درهم ولا 9000 درهم كيبغي يدير ليها، خصني نتعاون معاه انا. انا غادي ندخل الخساره في الاباريات الاخرين، ولكن هو مسكين فيه كيفاش غيدير هادشي. بزاف الناس ما عارفينش، راه كيتناقضوا، اه راه كاينين الشركات، اه راه كاينه هنا، كاين شي وحدين سبحان الله كيزكيو راسهم. انا عرفتهم كيدخلوا عندي الكومونتير لشي فيديو ديالي وكيزكيو راسهم وكيذكروا المحل ديالهم زعما راه حنا واسيتي سير انت ودير انت باش نسمي سير اخويا يدير اباز البشر زعما الله يهدي ما خرب. انا عارف كاع اللي كيتناقضني، راه عارف شكون كيتناقض، راه ما يمكنش شي كليان يجي يناقضك الا شي واحد شي تابع ولا شي واحد خدام، ماشي واحد لا شي واحد تيبيع وما تيبيش هاد التجارب هكا حقيقيه وتزمت بنادم ما تيبغيش يعني القرعه. او هادشي اللي كاين، تحيه لكم جميعا، معكم عبد العالي بيع الاجهزه مراكش طه مصلح. بس بس العاية كلشي كاين، اسكوبان سيمبليكس، هاد الباك هذا ديال البوينتور ها هو راه كاين، هضرت لكم وريت لكم الكاريت كلشي كاين. يا والله ما يسين، تحيه لكم.